عبر الهاتف السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، تحياتي لحضرتك معالي السفير. أهلا بك. يعني حضرتك سامعني بإيضاح يا فندم؟ عفوا الصوت مش يعني انا صوت عمل شويه من البرد، لكن عفوا ارجو انه يكون واضح. الف سلامه على حضرتك يا فندم. الله يخليك. الله يخليك. يعني خروجنا يا فندم عن التقليد وعلاقتنا او يعني تطلعنا الى الاتجاه نحو اوروبا الشرقيه وعلاقه مصر ببيلاروسيا. يعني هو عارف تنويع العلاقات مع الدول الصغيره والمتوسطه بيدي امكانيه لان يبقى فيه تنوع في العلاقات من ناحيه، خاصه مع الدول اللي ما بيلهاش مشروطيه الا المصالح المشتركه. يعني خاصه بيلاروسيا دي دوله كانت موجوده في الاتحاد السوفيتي وكان في تعاون مع ما كانت موجوده داخل الاتحاد السوفيتي. فممكن زياده التبادل التجاري، عندها صناعه صغيره ومتوسطه وصناعه ثقيله، ممكن انشاء مشروعات عندنا، ممكن التعاون في إعادة تأهيل المصانع اللي موجودة عندنا ومتعطلة. يعني كان الأستاذ محسن بيتكلم على الناحية الاقتصادية، فدي ممكن جدا تساعد بالآلات والمعدات بالنسبة للمصانع المعطلة عندنا، إلى جانب التعاون العلمي والتكنولوجي والتبادل التجاري، لأن هم عندهم برد شديد جدا في الشتاء، فبالتالي بيحتاجوا إلى الخضروات والفواكه والمحاصيل الغذائية المصرية. ايضا السياحه زي ما اشرتي، هم لم ينقطعوا عن السياحه، يعني بيلاروسيا استمروا يعني السياحه بتاعتهم مستمره، مش بنسبه كبيره ولكن ممكن تشجيعها عن طريق تقديم مزايا، تقديم برامج يعني باسعار معقوله. ودلوقتي اعتقد ان انخفاض قيمه الجنيه المصري بتجعل السياحه في مصر رخيصه جدا، فده هيشجع ايضا على هذا، الى جانب بقى المشاكل التقليديه اللي هي الأزمات السياسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط بيترتب عليها الإرهاب وكيفية مواجهة الإرهاب، لأن كل الجمهوريات اللي استقلت عن الاتحاد السوفيتي بتعاني من هذه الظاهرة لأنها محيطة بها. التعاون في متابعتهم، ولأن الناس من الأقليات الإسلامية اللي عندهم في ناس بتحارب في سوريا وفي العراق وفي ليبيا. فبالتالي هنا بتكتمل اللي احنا بنطالب بيه، منظومه الجهود الدوليه في محاصره الارهاب وتكثيف منابعه، سواء من حيث التمويل او امداده بالافراد او امداده بالسلاح او معسكرات تدريبهم وتنقلاتهم. تبادل الراي بقى في الازمه الفلسطينيه، القضيه الفلسطينيه وما وصلت اليه، لان هم لهم طبعا صوت في الامم المتحده، في لهم صوت داخل التعاون مع روسيا الاتحاديه والتجمعات الإقليمية اللي هم داخلين فيها. طيب معالي السفير، يعني عايزة أتطرق مع حضرتك إلى نقطة أخرى وأهمية المؤتمر اللي كان لسه بادئ من امبارح، خاصة إن عنوان لافت للانتباه اللي هو مؤتمر الأمن الديمقراطي في زمن التطرف والعنف والإرهاب. يعني إن تنظمته مكتبة الإسكندرية. في مكتبة الإسكندرية. تعليق حضرتك يا فندم. هو ده يعني محاولة من مجموعة مختلفة زي ما لاحظتي من رؤساء ورؤساء وزراء سابقين وكبار مسؤولين بيمثلوا آسيا وأفريقيا وأوروبا، يعني من عديد من الدول، بيشوفوا كيف يتم اتفاق على صيغة توازن ما بين المحافظة على الديمقراطية وتحقيق الأمن لممارسة الديمقراطية في نفس الوقت في إجراءات استثنائية لمواجهة العنف والتطرف. فهنا دي معادلة صعبة ودقيقة ومحتاجة فعلا إلى التفكير فيما هو أبعد من الإجراءات الأمنية. هي عاوزة الناس اللي هي عندها يا إما نوع من الخلل النفسي أو الخلل الفكري أو الفهم المشوه أو المعلومات المغلوطة. لازم يبقى في يعني كثير من المواجهات في عناصر كتير، سواء المواجهة العسكرية أو المواجهة الفكرية. السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، كل الشكر لحضرتك على